نقرب الموضوع بهذا المثال. هنالك عائلة مركبة من أم وأولاد وبنات يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغني أباهم. اللهم أغني أبانا. الأب يعاني مشكلات اقتصادية. هذا الطلب طلب باعتبار أن هذا الأب مجرى وسيلة للفيض الخاص. يعني شنو؟ يعني الله عندما يغني هذا الأب شنو معناته؟ معناته أنهم اغتنوا. هذا معناته. إذا الأب فقير عائلته في ضغط، إذا الأب كان غنيا عائلته يعيشون في رفاه. إحنا في هذا النحو الثالث نطلب من الله الرحمة الفيض للنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين باعتبارهم وسيلة للفيض الخاص. يعني بعبارة ثانية، واحد عنده حاجة، عنده مشكلة، عنده معاناة، يصلي على النبي وآله حتى تأتي الرحمة الإلهية عبر النبي وعبر آله إليه، فهم وسائط الفيض والصلوات عليهم في هذا النحو يكون بهذا المعنى.